فرصه ذهبيه وخطه جهنميه من اجل زياده المشاهدات وزياده المشتركين وفي بعض الحالات زياده الارباح. الخطه دي ابليس نفسه لما يشوفك بتعملها هيقف قدامك ويبلم. اه والله هيقول هي جت في بال الشخص ده ازاي؟ الفكره دي قدرت توصل باشخاص ل 3000 مشترك في يوم واحد، وقدرت توصل باشخاص الى 500000 مشاهده برضو في يوم واحد. ركز بقى معايا في كل كلمه بقولها، لان الخطه دي والفكره دي زي ما هي قادره تزود لك مشاهداتك ومشتركينك وارباحك، قادره ان هي توديك ورا الشمس وتخسف بقناتك الارض ويتم اغلاق قناتك بصوره نهائيه. ايه هي الفكره؟ ركز بقى معايا، لان احنا بنتكلم عن انتحال الهويه. النهارده في قناه تم اغلاقها اسمها فيلم في الخمسينة، فانا اعمل روش واروح اغير اسم قناتي واعملها فيلم في الخمسينة، علشان الناس لما تبحث يبحثوا عن القناه الكبيره يلاقوها مقفوله ويلاقوا قناتي فيدخلوا على قناتي. انا كده ايه؟ واد روش. او اعمل قناه جديده وابدا اشتغل عليها واعملها بنفس اسم القناه الكبيره وبنفس الصوره واعمل عليها واجيب مشاهدات واجيب مشتركين. انت هنا بتفكرني بالموبايل الصيني. الموبايل الصيني ده كان فيه نوكيا كده كبير قوي وفي منه صيني، او سامسونج كبير قوي منه صيني. انت النسخه الصيني الناس بتشتريها وترميها تاني يوم وبتقعد تشتم فيها كل لحظه. ليه؟ لان حضرتك مش فاهم ان الناس ما بتبحثش عن اسم القناة فقط، لا انت بتبحث عن هوية منشئ المحتوى، عن منشئ المحتوى نفسه، عن اسلوبه، عن طريقته، عن تفكيره. علشان كده مش مجرد اسم قناة هو اللي هيعملك، مش مجرد اسم قناة هو اللي هيخليك نجم ومشهور. الفرصة دي مش فرصتك اطلاقا، الفرصة دي قادرة تخليك منتحل للهوية زي ما اليوتيوب قال في سياسة انتحال الهوية. في سياسة انتحال الهوية اليوتيوب يمنع اطلاقا ان في شخص ينشر محتوى باسم شخص تاني، وده قد يؤدي ان ممكن اي حد يبلغ عنك، وده حصل. انا في قناة جاتلي، القناة دي كانت بتقدم روتين وقررت ان هي تبعد عن الروتين وتقفل قناتها خالص، وقالت لي حد واخد فيديوهاتي بينزلها. خدت القناة من غير ما اخد ايميلها ورحت مبلغ من عندي وبلغت انتحال هوية وتم اغلاق القناة بصورة نهائية. ليه؟ لان كل حاجة بتبقى باينة لليوتيوب في السياسات، وكل حاجة بتبقى باينة في الهيستوري، وكل حاجة بتبقى واضحة بالتفصيل. يعني ممكن يتم الابلاغ، ايوه، خصوصا ان اليوتيوب بيتأكد ان الفيديوهات دي كانت موجودة على قناة تانية، والاسم ده مش اسمك واللوجو ده مش بتاعك. يعني ايه اللوجو ده مش بتاعك؟ سيبنا من الكلام ده كله وحوريك امثلة عن انتحال الهوية، لان في انتحال للقناة وانتحال للهوية الشخصية. انتحال القناة انت خدت العلامة التجارية بتاعتي، سواء اسم او صورة او بانر زي ما حضرتك شايف. القنوات التي تستخدم صورة قناة اخرى ومعرف خاص بيها او اسم القناة او اسم المعرف، فيكون الاختلاف الوحيد هو لاما مسافة لاما بدل الصفر او اللي هو التغيير الطفيف. القنوات التي تستخدم الاسم الحقيقي لشخص او اسم المستخدم الخاص بيه او صورته او علامته التجارية او شعاره، غير في ذلك من معلومات الشخصية، ولذلك لانتحال هويته وخداع المشاهدين. الناس دي خدعة ولا مش خدعة؟ خدعة، لان دول مش اصحاب القناة. تعالى معايا. القنوات التي تستخدم صور شخص اخر والمعرف بيه وتتظاهران بانهم ينشرون نفس المحتوى، ده اللي بيحصل. القنوات التي تدعي انها حساب معجب، فانز المتوحد، فانز المتوحد انا ممكن في ثواني يتم اغلاق القناة. القنوات التي تنتحل هوية قناة اخبارية حالية زي قناة الجزيرة مثلا. ماذا يحدث عندما يخالف المحتوى هذه السياسة؟ اذا خالفت يجوز لنا اغلاق قناتك او حسابك بسبب انتحال الهوية. هنا اليوتيوب بيقول لك اننا نضع سلامة صناع المحتوى والمشاهدين والشركاء على رأس اولوياتنا، ونعتمد على جميع صناع المحتوى لمساعدتنا في حماية هذا المنتدى الفريد والحيوي. ومن المهم فهم ارشادات المنتدى والدور الذي تؤديه.
هذه الإرشادات في مسؤوليتنا المشتركة لإبقاء اليوتيوب منصة آمنة لجميع المستخدمين، ويرجى تخصيص الوقت الكافي لقراءة هذه السياسات. انت ما عندكش الوقت الكافي، انا عندي الوقت الكافي علشان اشرح لك. انت عملت نفسك روش وعملت القناة بنفس اسم القناة المقفولة علشان تجيب مشاهدة ومشتركين، يا روش سيتم اغلاق قناتك. يا روش في حاجة اسمها الابلاغ عن القناة او الابلاغ عن المحتوى، الاتنين دول، لان اليوتيوب هقولها لك تاني، لا يسمح اليوتيوب بنشر محتوى يهدف الى انتحال هوية مستخدم او قناة، وتطبق منصة اليوتيوب ايضا حقوق صاحب العلامة التجارية، ولا يسمح باي قناة او اي محتوى يسببان لبسا او التباس بشأن مصدر السلعة او الخدمة المعلن عنها في المحتوى. ايه ده بس يا مدوح؟ انا ما بقدمش خدمة، ده فيلم. ما هو ده يحق لي، لان هو شركة والشركة دي قادرة تبلغ عنك في ثواني. فلو انت بتعمل روش هو اروش منك، بس هو مش فضيلك. فعلشان كده رجع اسم قناتك زي ما كانت، وانش صح يحتار عدوك فيك، وما تنزلش فيديوهات اللي كان منزلها على قناته وترجع تنزلها على قناة جديدة كأنك روش. ده قد يؤدي ان قناته ترجع في ثواني. مفيش حاجة اسمها اغلاق نهائي من اليوتيوب. ممكن نتشاور، ممكن اليوتيوب يرجعها، ممكن يتم التدخل، ممكن في شركات تتدخل من اجل رجوع القناة دي، لان اليوتيوب بيكسب منها. ولو اليوتيوب بيكسب منها، استحالة استحالة اليوتيوب يكون اغلاق نهائي. ممكن يكون في تفاوض، ويمكن يكون في كلام، وممكن يكون في لسه وقت ان هي ترجع. ولما ترجع وقتها هتنفخك. علشان كده اوعى تكون عدة صيني مرمية في الدرج، لازم تكون اصلي بمحتواك بنسبة 100%. في افكار كتير جدا هنقدمها الفترة اللي جاية لطريقة اختيار اسم قناتك، ومين المساعد الشخصي لانشاء قناتك من صفر الى زد، وهعمل معاك قناة من البداية، وهنختار الاسم سوا. لازم تفهم ان اليوتيوب دي منصة مش عادلة، بالنسبة للي انت شايفه في اليوتيوب، ولكن بتحافظ بنسبة 90% على امان منشأ المحتوى. اليوتيوب مش عادل في المشاهدات، اليوتيوب عنده انخفاض في المشاهدات، اليوتيوب عنده ما بيحسبش مشاهدات، ولكن بتبقى اخطاء فردية في بعض الايام. علشان كده انا حبيت اوضح كل حاجة بالتفصيل لتجنب اي مشاكل. الفرصة الذهبية اللي حضرتك شايفها من اجل زيادة مشاهداتك قد تكون نقمة على قناتك مدى حياتك، ولا تستطيع استرجاع قناتك او انشاء قناة اخرى لان حضرتك خالفت السياسات. ركز وخاف على قناتك، لان الموضوع ده مفهوش هزار. كان معاكم اخوكم المرجع الاول لمنشئ المحتوى يوتيوب، اللي حاب يوضح لك ادق التفاصيل علشان تفهم اليوتيوب مش لعبة. اليوتيوب مش حد بتضحك عليه. انت ممكن تضحك على الناس كلها الا الخوارزميات دي. شكرا.